اهلا بكم مشاهدي ومتابعي اليوم السابع في كل مكان. جدد التحيه لحضراتكم من محافظه دمياط وتحديدا من مركز فرسكور. الحقيقه يمكن مركز فرسكور شهد واقعه مؤسفه امس، وهي سقوط سياره نقل ثقيل من اعلى كوبري فرسكور على بنهر النيل بهذه المنطقه. الحقيقة الحادث كان مؤسف وأحزن أبناء محافظة دمياط كلهم. الأهالي هم اللي اكتشفوا الواقعة، الأهالي شافوا العربية وهي بتقع كسرت السور بتاع كوبري فرسكور وسقطت في نهر النيل. على الفور قام الأهالي باختار مديرية أمن دمياط وشرطة النجدة، انتقل إلى موقع الحادث رجال الإنقاذ النهري والإسعاف، وتم على الفور التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. تم انتشال جثة السائق كان متوفي وتم نقله إلى مستشفى فرسكور المركزي، وتم محاولة البحث عن آخرين. تم إنقاذ نجله مصاب وتم نقله أيضا إلى مستشفى فرسكور للعلاج. ما زال البحث جاري في هذه المنطقة عن زوجة السائق، كانت معاه في السيارة، ورفع السيارة النقل من المياه. العمل مستمر هنا في هذه المنطقة على مدار اليومين أمس واليوم. الحقيقة الشرطة يعني عاملة مجهود كبير هنا، محوطة المكان كله والكوبري لتسهيل حركة المرور، أيضا معدات الوحدات المحلية وبعض الأهالي للتدخل لإنقاذ لرفع إنقاذ السيارة ومحاولة البحث عن زوجة السائق. ما زالت لم تظهر أثرها حتى الآن، وما زال البحث جاري بمعرفة رجال الإنقاذ في هذه المنطقة. يمكن جينا هذه المنطقة يمكن في طوق أمني موجود وفي يعني استعدادات مكثفة في هذه المنطقة، والاستعانة بأوناش ومعدات من الوحدات المحلية وأوناش خاصة بالأهالي لمحاولة رفع السيارة من الماء، والبحث ما زال جاري عن زوجة السائق المختفية منذ أمس. ما زال العمل يجري على قدم وساق هنا في هذه المنطقة لمحاولة الوصول إلى السيارة ورفعها من الماء، ومحاولة الوصول إلى زوجة السائق المختفية منذ الأمس. الحقيقة يمكن تم اختار مركز شرطة فرسكور لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم اختار النيابة العامة بفرسكور للانتقال إلى المكان لمتابعة الموقع على الطبيعة والتعرف على أسباب الواقعة. يمكن ما زال حتى الآن يعني غير معروف أسباب الواقعة أو أسباب هذا الحادث، إلا أن البعض يقول أن عجلة القيادة اختلت في يد السائق. هي هذا الخبر أحزن أبناء محافظة دمياط بأكملهم، لأنه حادث مفاجئ، وهو سيارة نقل ثقيلة تسقط في نهر النيل من أعلى كوبري فرسكور. بنتابع مع حضراتكم أولا بأول تداعيات الحادث هنا في
فرسكور بجوار كوبري فرسكور، ومتابع مع حضراتكم محاولة رفع السيارة النقل من المياه واستخراج جثة زوجة السائق الذي توفى بالأمس وهو يبلغ من العمر 50 عاماً.